واحدة من أكبر عمليات محاربة تجارة المخدرات العابرة للحدود، جهاز الأمن الوطني يحبط محاولة إدخال شحنة تقدر ب30 كيلوغرام بعد تتبع تحركات المهربين. UTV انفردت بتصوير الشحنة المضبوطة وكشف تفاصيل العملية. 30 كيلوغراما من الكريستال والحشيشة كانت بحوزة تاجرين في سيارتين قبل أن يلوذا بالفرار إثر تبادل إطلاق النار مع مفارز الأمن الوطني. ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من إحباط وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة التي كان يروم مجموعة من التجار إدخالها وتوزيعها داخل المحافظة. عملية الضبط شملت 20 كيلو غرام من مادة الكريستال و10 كيلو غرامات من مادة الحشيشة، وقد تم تسليم هذه المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق القانون. المخدرات المضبوطة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدنانير. الأمن الوطني لم يكشف عن المكان الذي جاءت منه لسرية التحقيقات واستمرار ملاحقة التاجرين الهاربين. وفي عملية أمنية أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي نفذها جهاز الأمن الوطني، اعتقلت الشرطة واحدة من أخطر عصابات ترويج وتجارة المخدرات في البصرة هنا، وقد ضبط بحوزتها أسلحة فضلا عن أقراص مخدرة. عملية تؤشر على تنامي قدرات تعقب شبكات المخدرات باعتماد معلومات استخبارية وتكنولوجيا حديثة تتفوق في كثير من الأحيان على الموجودة لدى مافيات التهريب. إلقاء القبض على إحدى العصابات وأكبر تجار المخدرات والمروجين في المحافظة، حيث تم ضبط 1500 حبة مخدرة وعدد من الأسلحة وكمية تقدر حوالي 100 غرام من الكريستال. تم تدوين أقوالهم واعترفوا صراحة بتجارتهم للمواد المخدرة. السيطرة على مسارات تهريب المخدرات عبر حدود العراق مع دول الجوار وتضييق الخناق على عصاباتها من أبرز تحديات الأجهزة الأمنية الساعية لأن تكون لها الغلبة في هذا التحدي. سعد قصي، UTV.